احنا انا هسه بدوري انا اريد اصرخ صرخه لابناء مهنتي، لسنا كمن سبقنا، نحن نريد ثقافه جديده، ثقافه في المجتمع نبتدئها من القضاء الواقف، هذا القضاء، هذه الفئه التي اهينت بغير قصد او بقصد. اخي المحامين كانوا عباره عن وزراء دوله وعباره عن دوله مصغره، اصبحوا الان بمهب رياح من يريد ان يشاء باهانتهم. الثمانين مليون، الثمانين ألف محامي دا يسمعوني الآن، أسأل الله أن لا أكون صادق، أن لا أكون مصيب فيما أقول، قد أكون مخطئ إن شاء الله، لكن مهنة المحاماة أمامها 7 إلى 10 سنوات واخذوها من عند حكاية على الوضعية الحالية التي هي ليست مقيدة فقط بالنقابة بل بالعوامل الخارجية المتصلة بباقي الوزارات، هي على وشك الانهيار. فمن لديه رغبة بالذهاب للحصول على بكالوريوس قانون حتى يكون محامي عليه التفكير مرتين. المهنة إلى الانحدار وإلى الانهيار وإلى الاختفاء، مو لأن إحنا نقابة مزينين، لا، لأنه أبو التعليم العالي ما برر لي ليش يا وزارة التعليم العالي كنقطة أولية أنت يا وزارة، يا أم الوزارات والعلم، يا أخي يا وزير التعليم العالي ليش دا تخلي معدل القانون 65 وعند قبول الخطة وتوسيع الخطة للكليات الأهلية 60؟ ليش القانون 60؟ ليش دا تنطيني بالسنة الوحدة 25,000 خريج قانون وأنا ملزم بقبولهم بحسب قانون المحاماة المتعثر التعديل، قانون المحاماة الهرم الذي أنشئ في فترة إيش عندك كان تفسير لهاي عدد النقطة؟ المحامين يتخرجون 1,000. إيش عندك تفسير لهاي النقطة؟ عافية، لأنه وزير التعليم العالي غير قادر على غلق أبواب القبول لدى الكليات الأهلية، باعتبار أن الكليات الأهلية شئنا أم أبينا هي دكان لبعض الجهات. قلنا هاي أنا حكيت باب تحصيل، هاي انا وهاي باب تحصيل الفلوس للكثير من الجهات القويه المتقويه. لذلك انا اوجه سؤال لكل شخص عارف، من اللي يحدد قبول الطلاب بالكليات الاهليه وضرورته؟ يا وزاره التخطيط ابتداء، يا مجلس الوزراء، انتم من تقولون انا احتاج اليوم 50,000 محامي، على اي اساس تنطيني هيك هالقد قبول؟ انا اريد قبول المحامي 90 معدله، هو فعلا بالحكومه 80 85، زين خلي لي اياه بالاهلي، زين هل 75؟ هل اخذ رايكم كنقابه مختصه؟ هل استطلعت اراءكم؟ اي طبعا، وبجهد جهيد وبمقاتله عظيمه وكاننا نحرر ذاك القدس الاسير، حصلنا على 5 درجات زياده، صعدناها من 55 سويناها 60، بس أنا ملزم بأن أقبل ذول 60 مع محاولتي أنا شخصيا كوكيل نقيب المحامين، عرضت مفهوم المقابلة، قمنا شو نسوي؟ نجيب اللي يتقدم أقعده أشوفه أقابله. أنا ما كنت عضو لجنة المقابلة، كنت أنا مشرف على حالة الانتماء، تفاجأت بأنه كل اللي تم تقديمهم للنقابة قبلوا، وهذا سبب اعتراضي على النقابة. أنا هم وهاي النقطة واضحة، خلينا نروح النقطة الثانية، سلوكيات مو صحيحة، خلينا نروح النقطة الثانية حتى تجاوبنا على النقطة الثانية. لا لا لا، هي النقطة هي بامتدادها، كثرة الأعداد أستاذ نجم خلتني أتعامل مع طائفة هي قد ما تستحق البعض، قد ما يستحق أن يكون عليه اسم محامي. يعني هل تعتقد أنه كل أصابيعك سوى؟ لا، يجيك شخص يمثلك أمام جهة تنفيذية كالقضاء أو الداخلية أو الدفاع أو مراكز الشرطة، هذا ما يكون مؤهل أن يكون محامي. شت صدم؟ أنصدم بأن سلوكيات الضباط وسلوكيات المتعامل معه تكون غير ذي محل تقدير من قبل النقابة، وغير على مستوى اللي أرغب لأني يعني أنطي حق للمقابل، لكن ألوم على نفسي أيضا. وهذا كله أستاذ نجم، إحنا ليش حلقتنا اليوم تصير حلقتنا صرخة لهذه المهنة المتهالكة؟ إحنا في سببين رئيسيين لانهيار المهنة وانهيار القضاء الواقف، سبب خارجي يتعلق بالوزارات المتعاطية معنا ومن ضمنها وزارة التعليم العالي، بل حتى وزارة الداخلية المفروض يكون عندها سعة صدر معنا وبالتعامل الأعلى وكافة الوزارات، حتى وزارة الخارجية، دائرة القنصليات. طيب أستاذ أيمن، السبب الآخر هو السوء بالداخل النقابة.